هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان يشبه في زماننا الطاولة، لأن الخوان هو ما يوضع عليه الطعام وتحته قوائم ترفعه، ويشبه في زماننا الطاولة التي يوضع عليها الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط حتى مات صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على الخوان تواضعا وزهدا في هذه الحياة الدنيا، لأن الحكم في الأكل على الخوان وعلى الطاولة أنه جائز، ولكن تركه أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمن كان محتاجا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض، كان يأكل على الأرض تواضعا صلى الله عليه وسلم. وقيل في سبب إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل على الخوان لأنه كان سيما الرؤساء المتكبرين الذين كانوا يأكلون على الخوان حتى لا يطأطئوا رؤوسهم عند الأكل تكبرا وتعظما، وقيل إنه من فعل الأعاجم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الأكل على الخوان، ولذلك قلنا أن الأكل على الخوان وعلى الطاولات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه في حديث، وإنما هو فعل، فعله أنه لم يأكل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على الخوان. وترك النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه الأفضل والأولى، فمن أكل على الخوان فلا بأس، ومن أكل على الأرض فهذا أفضل، إلا لمن كان محتاجا إلى ذلك.